السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب الجزائر أمام منتخب جيبوتي، مباراة اليوم الخميس 2 سبتمبر أو 2/9/2021. منتخب الجزائر يواجه منتخب جيبوتي اليوم بإذن الله تعالى الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر، توقيت الجزائر وتونس والمغرب. المباراة معدة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة بعد الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة بعد الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وبعد الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. المباراة في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، المرحلة قبل النهائية. بالنسبة للقناة الناقلة طبعا موقع فيفا تي في على اليوتيوب المفروض بيذيع المباراة، ولكن للأسف في مباراة ما اتذاعتش امبارح يعني بالنسبة لتصفيات قارة أفريقيا. أما القناة اللي هتذيع أكيد هي الجزائرية الأولى، أعتقد هي دي الجزائرية الأرضية، لأن يعني طبعا أي فريق بيلعب على أرضه لازم القناة الأرضية تذيع المباراة. ومعلق المباراة هو بلال بناري. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو لو تتوقع نتيجة المباراة، واكتب ذلك في التعليقات. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.